السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد غريبه بسميده وباللوز، كتجي زوينه بزاف، غادي تعجبكم، غير جربوها ان شاء الله على حسابي. هنا بالنسبه للمكونات عندي جوج حبات ديال البيض، عندي واحد بالنسبه للكميه ديال السميده نخليها لكم هي التاليه فاش نكون كنخدم. غنشوف شحال دخلت من كاس ديال العنبه، غنعبر لكم كلشي بالكاس ديال العنبه. نص كاس العنبه ديال العصير ديال البرتقال، نص كاس العنبه ديال السكر، نص كاس العنبه ديال الزيت، وكاس العنبه ديال اللوز اللي كتشدوه خضر وكطحنوه بالقشره ديالو، كطحنوه مزيان وتغربلوه باش ما يبقاش فيها كطريفات. بالنسبه للسميده غادي نعبرها لكم بوحدها، عندي كيس ديال الفاني، شويه ديال مبشور البرتقال، وكيس ديال خميره الحلويات. هنا عندي السكر مع البيض مع كيس ديال الفاني. تغريبه ساهله بزاف، كتجي من السما باللوز وحتى واحد ما كيعرف شنو فيها، واخا فيها السميده ما كيبانش. غادي نضيف الزيت، حتى هو نص كاس ديال العنبه. هاد الكاس ديال العنبه راه كيرفد 150 غرام ديال السكر سنيده، هذا هو القياس ديالو. الا ما عندكمش كاس ديال العنبه استعملوا الكاس يكون قياسه وصافي. هنا عندي نص كاس ديال عصير البرتقال، تقريبا واحد البرتقاله مش كبيره متوسطه كتعصروها. هنا وضعت المبشور ديال البرتقال والكاس ديال اللوز، كنبداو بالكاس ديال اللوز هو الاول، عاد كنضيفو السميده. هنا وضعت الكاس الاول ديال السميده و8 غرام او 7 ديال خميره الحلويات. هنا غنضيف من الكاس الثاني. هنا غنضيف من الكاس الثالث. بالنسبه لي انا دخلت كاسه الكيسان عامرين ديال السميده، وانتم تبقاو تشوفوهم هذا القوام ديالها هكا غادي يكون. غادي نخليها واحد 5 دقائق تشرب شويه ورجع معكم. صافي، من بعد ما دازت 5 دقائق ها انتم كما شفتوا كتشرب شي شويه. هنا درت الفران يسخن على 180 درجه من الفوق ومن التحت. انا بالنسبه لي كندير النار يعني من الفوق ومن التحت، كنشعلهم من الفوق ومن التحت، واللاطه كتوضعوها الوسط. هنا عندي شويه ديال السكر الثقيل، تقدروا تعوضوه باش ما بغيتوا ديروا لوز كونكاسي او لوز ايفيلي اللي بغيتوا، ماشي ضروري. المهم انا غندير غير واحد شويه في الوجه وصافي. الا بغيتوا تدهنوا يدكم بواحد شويه ديال الماء ديال الزهر اللي بغيتوا، انا غندوز لها غير وجهها في السكر الثقيل. وكنوضعوها في لاطه الفران اللي مفرشه بورق الطهي. كما شفتوا العجين راه مازال خفيف.
صافي غنعمر لاطا كامله وغندخلهم يطيبوا في الفران ونرجع معكم ان شاء الله. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. كما شفتوا كتجي زوينه بزاف وسهله دغيا كتحضر، مكوناتها بسيطه. غادي نقسم معكم واحد القطعه تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل ديالها. كما شفتوا البنات راه كتجي مشقه وهشيشه بزاف، واخا ما كنديروا فيها لا مربى لا حتى حاجه. ها نتوما كتجي معلكه وزوينه ان شاء الله. الا جربتوها غادي تعجبكم. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديده. بسلام عليكم.